Hi there, with you Mrs. Shaimaa Mounier. The video بتاعنا النهاردة مختلفة جديد. أنا النهاردة في سكاي إيجيبت. هندخل جوه ونشوف مع بعض. Let's start. Hi there, رجعت لكم تاني وزي ما انتم شايفين كده أنا لبست الشوز اللبس الخاص بسكاي إيجيبت. هندخل جوه بقى. ومن هنا لبداية الرحلة. يلا ندخل مع بعض ونشوف. Let's start. دي خاصة بتيوب رايد اللي هي رحلة عبر الأنبوب. أوكي أوكي ده هنا المكان الخاص بيه سنو روكت. أوكي دلوقتي هنجرب أنا وبنتي السنو روكت. يلا بينا. وطبعا كان لازم أجرب اللعبة بنفسي. يلا بينا نكمل رحلتنا ونشوف هنروح فين. الجزء الخاص ده اللي انتوا شايفينه ده سكيت. اهي بصوا. اوكي سنو سكول دي خاصة بالمدرسة للتزحلق. دي منطقة خاصة للتزحلق فقط. For snow school only. اللي حابب بيجي يتعلم ازاي يتزحلق على الجليد. اوكي this game اسمها lower ball. هي كرة تلجية بتحط فيها كده زي ما انتوا شايفين. دي نزلها. Go baby. Penguin area. منطقة خاصة بالبطاريق. طلع دلوقتي. تعالى تعالى تلميذ تعالى وبكده تكون انتهت رحلتي لسكي ايجيبت. يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وكومنت حلو زيكم. Thanks for watching and see you soon. Bye.